فضيلة الشيخ محمد إسحاق الفتيهاني حفظه الله تعالى عن الشيخ أمير المؤمنين في الحديث والسفر والفريج عن الشيخ الجليل المحدث الجليل زكريا الكاتلوي عن الشيخ الجليل خليل أحمد المحدث السهار الفوري عن الشيخ مزهر النانوتوي عن الشيخ العارف بالله عبد الغني المجددي قرأنا بعض أزداد من الصحيح البخاري على فضيلة الشيخ المفتي محمد علي حفظه الله تعالى عن الشيخ أحمد علي المسكندي عن الشيخ سيد حسين أحمد المدني قرأنا بعض أزداد من الصحيح البخاري على فضيلة الشيخ أرشد الجاز فريد حفظه الله تعالى عن الشيخ نسيم أحمد خاء الكل الشجري عن الشيخ سيد حسين أحمد المدني عن الشيخ محمود حسن الدوبندي عن الشيخ الإمام حجة الإسلام قاسم النانوتوي عن الشيخ عبد الله المجددي عن مولانا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن العلامة الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن والده حجة الإسلام الشيخ ولي بن الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرطي عن إسحاق والده الشيخ إبراهيم القرطي قال قرأت على الشيخ أحمد القشعشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشتراني قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا ابن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حدر الأسقلاني عن الشيخ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب الهلي قنابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين قط وإخاوة فقلنا إن أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموعي فدعاه إليه وقال إني رأيته يأكل شيئا فبتلته فحذفت لا آكله فقال حرم فلحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ الأشعري